مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مليون مسا عليكم، تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. عاملين ايه يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ النهارده بقى قلنا نخرج اولاد ميلو النهارده ونحطهم بقى قدامنا في المزرعه، وكده بدا الفطام. بدا الفطام ليه؟ لان احنا ادينا تطعيم ثنائي وتطعيم خماسي. طبعا بسم الله ما شاء الله جماعه، زي ما انتم شايفين اهو، هنبدا دلوقتي نجيب الدواء نمسحهم. طب هتمسح بالدواء ليه يا ابو نور؟ علشان الجراوي دلوقتي طبعا خرجت بره، يعني هيبقى في رم وفي تراب وفي حاجات زي كده، وفي مزرعه وفي كلاب داخله وكلاب خارجه، يبقى لازم ان احنا نظبط المكان للجراوي دي، تمام، ونبدا ان احنا نمسحهم. جاهز يا سين بالدواء؟ يلا امسحهم لي. طبعا احنا هنمسح الجراوي في مكانهم، مش هنمسحهم بعيد، هنمسحهم في المكان بتاعهم. علشان ايه؟ علشان لو الجراوي في اي حشره ولا في اي حاجه ما تجيلهمش حتى في المكان اللي هم قاعدين فيه. شوفوا هنا بقى كده يا جماعه، احنا بنوكل مستوي ادينا تطعيم ثنائي وادينا تطعيم خماسي. ادي ولاد ميلو، فيهم ولد انا هنوقفه وفيهم بنت هنوقفها. حط هنا في الارض عشان ما تخشش تبهدل الدنيا، خد واحد واحد وامسحه. طبعا ياسين ماسك الدواء اهو، ما تجيبش بقى على بقه، تمام، ارفع واحد واحد واعرفه. فيهم واحد اسود، يا ترى هيبقى شكله ايه لما يكبر؟ وده اللي انا هنوقفه يا جماعه، اهو شايفينه، ده الولد اللي انا هنوقفه اهو. طبعا ياسين كده بيمسح الودان، ياسين والرجلين وكله. فبصوا يا جماعه فرحانين بالرمله، شايفين احنا في الفتره دي بناكل اكل مستوي على فكره، بنجيب الهياكل ابعد يا بابا العلبه عن الجارو عشان ما نقومش نحط وشك فيها. اتعلم اتعلم عشان تبقى معلم، اتعلم. مسحت كويس؟ مسحت كويس؟ اعمل واحد غيره بسرعة. طبعا الجراوي دي شقية جدا، الدهان اللي احنا بنمسح بيه ده يا جماعه ده حفاظا على الجرو من الحشرات، ان ما يجيلوش اي حشره لحد ما ندي تطعيم الحشرات باذن الله. الورد الاسمر ده شقي جدا، هنوريكم بقى ميلو الصغير اهو شويه، هنوريلكم ياسين هيطلعه اهو. طلع ميلو الصغير، يلا اهو اهو. فاضل اتنين يمسحهم، يلا. ادي ميلو الصغير يا جماعه، ورولي كده، ارفع تعالى هنا. ادي ميلو الصغير اهو، شايفين عامل ازاي؟ يلا امسحه. وطبعا في ولد من الولاد دي محجوز، يعني هما بنت واحده اللي فيهم، بنت احنا هنوقفها تبقى من ولاد ميلو، تمام، والولد ده هنوقفها. هنا بقى في ولد محجوز، وهيبقى فاضل ولد الاسود. اهم شيء ان احنا نمسح بالدواء حفاظا، لان طبعا انتوا عارفين دي مزرعه وفي كلاب داخله وكلاب خارجه، فاحنا لما نعمل كده بنحافظ على الجرو من اي حشرات ممكن تجيله.
طب كده بقى كوريا هتعمل معاها ايه يا ابو نور؟ كوريا بقى النهارده هنسيبها، هنبدا ان انا ندي لها ادمانتين مضاد حيوي علشان اللبن بتاعها ينشف، وكده نبقى فطمنا الجراوي تمام. وكوريا ندي لها ادمانتين مضاد حيوي، ونبدا نعرفها على هاكر، هاكر الكلب الجديد اللي احنا جبناه مكان ميلو. طب خطر ايه نظام ابو نور؟ خطر يا جماعه انا يعني واخد قرار فيه ان ممكن ما نوقفوش في المزرعه، ممكن نبيعه تمام. خطر طبعا هيبقى عندنا سلاله كده من ميلو اهو، ميلو الصغير هنسميه ميلو برضو، مش هنسمي اي اسم تاني. شايفين ميلو؟ ادوني رايكم فيه برضو في الكومنتات، وباذن الله انتظروني في حلقه هعرفكم على صاحبي الجديد كمان، لان انا واضح ان اصحابي هتبقى كتير الايام اللي جايه دي. اهو بيكا، بيكا ايه؟ طبعا بيكا يا جماعه هيبقى صاحبي الجديد باذن الله، ومشيت واقف يتفرج على الجراوي. شايفين بيقول ايه ده؟ الحاجات دي انا ما شفتهاش قبل كده. مسحت كويس؟ ها؟ سيبهم بقى وهتبدا ان انت تجهز لهم الاكل. الاكل جاهز بتاعهم؟ ايوه جاهز. خد يلا الطبق، اغسل ايدك الاول بالصابون. طبعا يا جماعه تابعونا بقى عشان هيكون في حلقات جميله جدا مع اولاد ميلو وميلو الصغير. ادعوا لنا كده بالتوفيق. فرحانين بالرمله وبيلعبوا، والنهارده بقى مش هيقابلوا كوريا، وهنبدا نجهز مكان كوريا عشان في عائلات جديده انا هنوريها لكم، من عائلات الجيربان ومن عائلات البيتبول، وابتديت ان انا نعمل عيله للروتويلر باذن الله، وهيبقى بدايتهم بيكا اهو، بيكا كلب روتويلر باذن الله هيبقى بتاعنا هنا في المزرعه، احنا لسه جايبينه وهنتابع بيه فيديوهات باذن الله. ولا بيكا شايفين بسم الله ما شاء الله كشكل وكمستوى. ايه اوعى اوعى. طبعا بسم الله ما شاء الله شايفين ميلو الصغير اهو، ميلو احنا مش هنقول ميلو الصغير بعد كده، هنقول شايفين ميلو. دايما اسم ميلو هيبقى معانا يا جماعه على فكره في المزرعه، مش هيخلص محبه في ميلو تمام بتاعنا اهو. دايما اسم ميلو باذن الله هيبقى معانا، والناس اللي بتحب اللي كانت بتحب ميلو احنا مكملين معاكم بميلو جديد. منو والنبي خرجي ميلو كده اهو، خرجيه كده اه وامسكيه بس عشان يبان قدام الناس. تعالي هنا، ادي ميلو مع منورة يا جماعه. شايفين؟ مسحي بقه من الرملة. ما هو هيطلع شقي زي مين؟ هو نفس طبعا. اه. اتكلم يلا. هتسميه ميلو؟ اه ميلو.